السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم بكل خير، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار الرئيسة من قناة السعودية. أبدأها بالعناوين. بتوجيه من ولي العهد، وزير الاستثمار يقوم بزيارة رسمية إلى جمهورية اليونان. بأكثر من 2.5 مليار ريال تدشين 26 مشروعا تنمويا في منطقة تبوك. المملكة ترأس اجتماع اللجنة الدائمة للأمن السبراني في دول مجلس التعاون. وتشاهدون في نشرتنا أيضا، بمشاركة دولية واسعة انطلاق أعمال مؤتمر الابتكار يقود تحلية المياه. أهلا بكم. بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، يقوم وزير الاستثمار خالد الفالح بزيارة رسمية إلى جمهورية اليونان، وذلك لحضور الاجتماع الخامس للجنة الوزارية السعودية اليونانية المشتركة ومنتدى الاستثمار السعودي اليوناني الثاني. هذا وقد بحث رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس مع وزير الاستثمار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات الاقتصادية والتجارية خلال الفترة المقبلة، وتسهيل العقبات أمام المستثمرين من كلا الجانبين. اليوم وجودنا هنا طبعا في عدة نشاطات في اللجنة السعودية اليونانية المشتركة، راح تعقد غدا بإذن الله مجلس الأعمال السعودي اليوناني، تم إنشاؤه مؤخرا بقيادة من الطرفين، مجلس الغرف أو اتحاد الغرف السعودية والغرف اليونانية، وأيضا منتدى أعمال كبير بحضور عالي المستوى من قطاع الأعمال السعودي وقطاع الأعمال اليوناني. المملكة أيضا تطمح لأنها تشارك اليونان بالمجالات اللي تقدمت فيها المملكة وقطعت فيها خطوات مهمة جدا، مثل الطاقة والطاقة المتجددة تحديدا، تحلية المياه لما تواجه اليونان أيضا من تحديات، قطاع الأمن الغذائي والزراعة مهم جدا، الوصل في مجال المعلومات والاتصالات و التحول للاقتصاد الرقمي في البلدين، ورغبة البلدين بأنهم يكونوا يعني مؤثرين في محيطهم الجغرافي والاقتصادي من ناحية السعودية ك يعني نقطة اتصال تقني في الشرق الأوسط، وأيضا لليونان في جنوب أوروبا. دشنت في منطقة تبوك 26 مشروعا تنمويا لمنظومة البيئة في المنطقة، وذلك لدعم الاستدامة البيئية والمائية وخدمة نحو مليون مستفيد جديد بتكلفة مالية تجاوزت 2.5 مليار ريال. نتابع. نحو تحقيق استدامة الخدمات في مجال البيئة والزراعة والمياه في منطقة تبوك، دسن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك بحضور معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي مشروعات تنموية بقيمة إجمالية بلغت 2.5 مليار ريال. هذا يوم خير ويوم سعادة، وعودتنا الدولة حفظها الله خادم الحرمين وسمو ولي العهد، وعودنا معالي الوزير فضلي انه ما يجي الا والخير معه، ايضا الحمد لله هذا يوم مبارك، والمشاريع بعضها ترى يعني تحت التنفيذ وبعضها ان شاء الله ينتهي قريبا، وفيه قضايا كانت تهم مدينة تبوك ايضا وجد لها حلول، وابلغني معالي الوزير بالحلول خصوصا ما يتعلق بقاع شروره وغيرها، فهذه امور كلها تسر، و معاليه اجتمع بالمزارعين اليوم، اجتمع بالاخوان وتفهم ما يشعرون به وما يأملون ان الدولة تقوم به وحريص عليها، وان شاء الله القطاع الزراعي والمائي بيكون في تطور بشكل سريع جدا.
تنوعت هذه المشروعات في خدماتها المقدمة في منطقة تبوك ومحافظاتها لتشمل على مشروعات في مجال المياه من إنشاءات لمنظومة الإنتاج وبناء السدود في الأودية ومشروعات زراعية ومشروعات الصرف الصحي. هذه المشاريع باختصار هي تعنى ب إيصال المياه وخدمات المياه، خدمات المعالجة الصحية، بناء سدود، الكثير من المشاريع البيئية اللي تعنى بالتشجير، خطوط نقل، خزانات مياه، فمشاريع كلها تمس المواطن بشكل مباشر. وأنا متأكد أن المواطن في منطقة تبوك هو لبس هذه المشاريع في الأيام القليلة الماضية أو في الأسابيع القليلة الماضية. تأتي هذه المشروعات النوعية التي نفذت وفق أفضل الممارسات العلمية والخبرات الفنية لتعكس سير منظومة دعم الموارد البيئية والمائية والزراعية. لأخبار السعودية، محمد الرحيل، تبوك. استعرض صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية توني بلينكن أوجه العلاقات الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة بما يحقق مزيدا من الاستقرار والازدهار للبلدين والشعبين الصديقين، كما ناقش الجانبان أبرز القضايا الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها. كما بحث صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية جمهورية اليونان نيوكاس دينديس العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها وتعزيزها في شتى المجالات، إضافة لتبادل وجهات النظر في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. استعرض وزير الدولة لشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل الجبير مع سفير المملكة المتحدة لدى المملكة نيل كرومبتون العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك. كما التقى الجبير بمقر الوزارة في الرياض سفير جمهورية التشيك لدى المملكة يوراي كودينكا، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والمسائل ذات الاهتمام المشترك. فيما ودع سفير جمهورية رومانيا لدى المملكة ميخائيل كومان وزير الدولة للشؤون الخارجية بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده لدى المملكة، وثمن الجبير خلال الاستقبال الجهود الطيبة التي بذلها السفير ميخائيل كومان في توثيق وتعزيز العلاقات بين المملكة وجمهورية رومانيا، متمنيا له دوام التوفيق. أكد سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ أن ندوة الفتوى في الحرمين الشريفين وأثرها في التيسير على قاصديهما التي ستقام يوم غد في رحاب المسجد الحرام برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة تجسد عناية الدولة بالفتوى لما لها من أثر مباشر على قاصدي الحرمين الشريفين.
وشدد سماحته على أهمية الفتوى وضرورة تأهيل المفتين وإحاطتهم بالأدلة الأحكام الشرعية والقدرة على الاستنباط واحتساب الأجر في إبلاغ هذا الدين. هذا وأنهت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي استعداداتها لنقل مخرجات ندوة الفتوى في الحرمين الشريفين وأثرها في التيسير على قاصديهما إلى مسامع العالم بعدة لغات عبر نخبة من الكوادر المتميزة من المترجمين المتخصصين، وذلك تحقيقا لإيصال رسالة الحرمين الشريفين لأكبر شريحة من المستفيدين تحت شعار نشر الهداية للعالمين. أعلنت المديرية العامة للجوازات مؤخرا عن بدء استقبال طلبات إصدار تصاريح الدخول للعاصمة المقدسة إلكترونيا خلال فترة موسم حج 1443 للهجرة، حيث تتاح من خلال منصة أبشر أفراد لتصاريح العمالة المنزلية وعبر خدمة تصاريح دخول العاصمة المقدسة في بوابة مقيم الإلكترونية لجميع المنشآت. ولإطلاعنا على المزيد من التفاصيل حول هذه الخدمة ينضم إلينا عبر الهاتف مدير إدارة تقنية المعلومات بجوازات المنطقة الشرقية العميد معلى العتيبي. أهلا بكم عميد معلى معنا في هذه النشرة. ما هي الآلية التي ستنفذ من خلالها هذه الخدمة وما الفئات التي تستهدفها؟ يا هلا فيك دكتور هلال وهلا بالسادة المشاهدين والمستمعين، نشكركم على الاستضافة. وما يخفى عليكم وعلى السادة المشاهدين والمستمعين الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين لإنجاح مواسم الحج في كل سنة، وما يتم من تخطيط مسبق وتكامل بين كافة الجهات العاملة لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن. من المهام الموكلة للمديرية العامة للجوازات إصدار تصاريح المقيمين لدخول العاصمة المقدسة، وهذه التصاريح تمكن المقيمين من الدخول للعاصمة المقدسة خلال الفترة من 25 شوال حتى 10 ذو الحجة. وحرصت المديرية العامة للجوازات أن تكون هذه الخدمة إلكترونية 100%، وهي موجهة للفئات كافة فئات المقيمين سواء العمالة المنزلية أو العاملين بالمنشآت أو حاملي تأشيرات العمل الموسمي، وكذلك للمسجلين في برنامج أجير الخاص بالموارد البشرية. نعم، إذن هذه هي الفئات التي تستخدمها. كيف أو مدى سهولة هذه الخدمة للمستفيدين، وكيف تساهم في تنظيم الدخول للعاصمة المقدسة خلال موسم الحج؟ على أصحاب العمل الحصول على تصريح دخول للعاصمة المقدسة لمقفوليهم، فالعمالة المنزلية من خلال منصة أبشر أفراد يمكن لصاحب العمل الدخول على حسابه في أبشر أفراد، ومن خلال حسابه يتبع الخطوات اللي هي يختار خدماتي والجوازات ثم اختيار خدمة تصريح دخول للعاصمة المقدسة ويستكمل الإجراء باختيار المقيم اللي على كفالته بالعمالة المنزلية. أما فيما يتعلق بالمقيمين العاملين بالمنشآت أو كذلك المسجلين في برنامج أجير أو اللي داخلين تأشيرة عمل موسمي، يمكن لأصحاب العمل من خلال بوابة مقيم المرتبطة بمنصة مقيم اللي أعلنت عنه الرابط حقها المديرية العامة للجوازات يدخلون ويسجلون طلب التصريح، والعملية سهلة ويرسل الطلب مباشرة إلكترونيا للزملاء المكلفين بهذه المهمة يدقق ويجي له عاد الإجابة سواء بالموافقة أو الرفض، أو إذا كان فيه أي ملاحظات يستكملها في الطلب ويعيده مرة ثانية لهم ويستقبلونه، وإذا صدر يطبع التصريح وهو فيه له باركود من خلاله يتحققون رجال الأمن من توفر التصريح. نعم عميد معلى، ماذا عن أهمية الالتزام من قبل المقيمين بهذه الإجراءات وبهذا التنظيم لدخول العاصمة المقدسة خلال الفترة المحددة؟ كما أشرنا سابقا أن الجهود كبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لخدمة ضيوف الرحمن، والمأمول من كافة المواطنين والمقيمين والزوار أو الحجاج التقيد بكافة الأنظمة والتعليمات خلال موسم الحج والمسارعة بالنسبة للقاطنين المنطقة القاطنين العاصمة المقدسة باصدار تصاريح سواء إذا كان للأعمال المنزلية أو للمنشآت اللي لديها أعمال العاصمة المقدسة.
مدير إدارة تقنية المعلومات بجوازات المنطقة الشرقية العميد معلل العتيبي، شكرا جزيلا لك. طالب مجلس الشورى المركز السعودي للاعتماد لتحديد معايير الجودة ومنح شهادات الاعتماد لقطاع الأمن السبراني، وذلك لتعزيز أمن وحماية البيانات. كما وافق المجلس على قيام هيئة الإذاعة والتلفزيون بتعزيز تعاونها مع الجهات الرسمية إذاعيا وتلفزيونيا من خلال عقد اتفاقيات لتمكين مراسليها من الحصول على أولوية بث أخبار وبرامج ومشاريع تلك الجهات. وطالب المجلس الهيئة بالعمل على دراسة إطلاق قنوات أو منصات إعلامية بلغات أهم الجاليات في المملكة. وفي شأن آخر، وافق المجلس على مشروع نظام المعاملات المدنية. كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإحصاء في المملكة ومكتب الإحصاءات الوطني البريطاني في المملكة المتحدة للتعاون في مجال الإحصاء. رأست المملكة ممثلة في الهيئة الوطنية للأمن السبراني أعمال الدورة السادسة للجنة الدائمة للأمن السبراني بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتناول الاجتماع عددا من الموضوعات في مقدمتها الضوابط الاسترشادية الأساسية في الأمن السبراني ومهام آلية عمل اللجنة الدائمة للأمن السبراني. ويأتي اجتماع اللجنة في إطار دورها الرئيس في تعزيز التعاون لتحقيق مجتمع سبراني آمن بدول المجلس، إضافة إلى تطبيق أفضل الممارسات والسبل الكفيلة بحماية وإدارة التحديات في المجال. استضاف الصندوق السعودي للتنمية اجتماع مجموعة التنسيق العربي لمؤسسات التنمية الوطنية والإقليمية، وأكد الرئيس التنفيذي للصندوق سلطان المرشد على أن هذا الاجتماع سيسهم في النهوض بالمسيرة الانمائية لتعزيز الفرص الحيوية سعيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما أن المشروعات والبرامج الإنمائية الممولة في الدول النامية لها أثرها التنموي الإيجابي على حياة المستفيدين. وتهدف مجموعة التنسيق العربية إلى تقديم الدعم التنموي عن طريق الاستخدام الأمثل للكفاءات والقدرات المتوافرة لدى مؤسسات المجموعة وتنسيق التمويل والإجراءات المصاحبة. انطلقت أعمال مؤتمر الابتكار يقود تحلية المياه بمشاركة خبراء وباحثين ومبتكرين محليين وعالميين من 20 دولة. وناقش المؤتمر أثر الابتكار في المعالجة الأولية لتحلية مياه البحر وسبل تمكين البحث والابتكار من تطوير تقنيات التحلية، إلى جانب عرض عدد من الأفكار والمبادرات خلال جلسة تخفيض التكلفة والطاقة لتحلية المياه، وكذلك جلسة فعالية أغشية السيراميك كمعالجة أولية لأغشية التناضح العكسي. ويعد المؤتمر بمثابة منصة عالمية تجمع أكثر من 120 خبيرا وعالما ومستثمرا ونحو 30 من المنظمات الرائدة عالميا في مجال تحلية المياه. نشرتنا مستمرة وفيها بعد فاصل قصير. منذ انطلاقه 2 مليون زائر في موسم جدة خلال أقل من شهر. أهلا بكم من جديد. افتتحت جلسات اليوم الثاني من المنتدى والمعرض الدولي لتقنيات التشجير بعنوان التنمية المستدامة للتشجير، وناقشت الجلسة استخدام التقنيات الحديثة لرصد وتنمية الغطاء النباتي ومناقشة إدارة آثار الحرائق وتغير المناخ، في حين تطرقت الجلسة للنباتات الغازية والدخيلة بل النباتات الغازية والدخيلة والأثار الناجمة عنها على البيئة والتنوع الأحيائي، والتطرق للأنواع الملائمة للتشجير في البيئات المختلفة وآليات الحد من انتشار النباتات الغازية. كما ناقش المشاركون موضوعات التشجير في المناطق الحضرية ودور المساحات الخضراء في تعزيز جودة الحياة والصحة العامة. أعلنت شركة التعدين العربية السعودية معادن عن تفاصيل توقيع مذكرة التفاهم مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وسيتم بموجب المذكرة بحث فرص وسبل التعاون والتكامل بين الطرفين لتحقيق الطموحات المشتركة بشأن تنمية وإعادة تأهيل الغطاء النباتي ودعم التنوع الأحيائي من خلال زراعة 20 مليون شجرة بحلول 2040،
وريها باستخدام مصادر المياه المتجددة. وتشكل هذه الشراكة امتدادا للجهود المتواصلة في مجال الاستدامة وحماية البيئة، حيث زرعت خلال السنوات الخمس الماضية أكثر من 3 ملايين شجرة في مساحة تجاوزت 9 ملايين متر مكعب. تشارك الهيئة الملكية لمحافظة العلا في المعرض والمنتدى الدولي لتقنيات التشجير والمقام في الرياض، وتستعرض الهيئة خلال مشاركتها في المنتدى خطتها الرامية إلى الحفاظ على البيئة الطبيعية وحمايتها من خلال إطلاق وتنفيذ مبادرات متنوعة تشمل مشاريع غرس الأشجار وزراعة النباتات الرئيسة في المحميات الطبيعية وإجراء دراسات حول أفضل السبل لزراعة الأنواع المحلية في مشتل وبنك بذور متخصص ضمن منطقة تعرف باسم قلب العلا الأخضر. وقعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والهيئة العامة لعقارات الدولة مذكرة التفاهم بهدف تطوير طرح المشروعات والاستثمارات المندرجة تحت اختصاص الهيئة العامة لعقارات الدولة من خلال الإعلان عنها عبر بوابة فرص، وذلك للإسهام في تحسين البيئة الاستثمارية وجذب الاستثمارات وتعزيز الكفاءة الإنتاجية والاقتصادية لعقارات الدولة، كما تسهم في تحفيز رؤوس الأموال المحلية واستقطاب استثمارات أجنبية في ظل إجراءات ميسرة في بيئة تتسم بالشفافية وتمنح الجميع فرصا متساوية للمنافسة. وقعت وزارة السياحة مذكرة تفاهم مع وزارة الشؤون الخارجية والسياحة في جمهورية سيشل بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين، وجاء توقيع المذكرة لأهمية دور قطاع السياحة في زيادة النمو الاقتصادي وخلق الفرص الوظيفية وتعزيز التنمية المستدامة والتعاون بين البلدين. وتهدف المذكرة إلى دعم وتطوير أنشطة وجهود المؤسسات والجمعيات وتشجيع قيام الاستثمارات والمشاريع والأنشطة السياحية المتمثلة في المؤتمرات والبرامج الترفيهية والندوات والمعارض. كشفت وزارة العدل عن قيام مركز ناجز للخدمات العدلية تقديم خدماته لأكثر من 100,000 مستفيد بهدف حفظ وقت وجهد المستفيدين وتقديم الخدمات بجودة عالية في ظل بيئة عمل احترافية تضمن موثوقية الإجراءات. وأوضحت الوزارة أن المركز يقدم أكثر من 120 خدمة مبينة بأن إجمالية عمليات القضاء المنجزة بلغت نحو 25 ألف عملية، فيما بلغت عمليات التوثيق أكثر من 13 ألف عملية و 70 ألف عملية تنفيذ لقطاع الأعمال، فيما استفاد 500 محام من باقة المحامي التي يقدمها المركز. استضاف اتحاد الغرف السعودية ممثلا في مجلس الأعمال السعودي الفرنسي وفدا من أصحاب الأعمال والشركات الفرنسية المتخصصة في مجالات الترفيه المختلفة، وأبدت كبريات الشركات الفرنسية رغبتها في الدخول إلى السوق السعودي والاستثمار في قطاع السياحة والترفيه. وأكد رئيس الجانب الفرنسي لوران جيرمان أن السعودية أبهرت العالم بصناعة الترفيه خلال فترة وجيزة، وبتطور اللافت الذي يشهده قطاع الترفيه بالمملكة في ظل رؤية المملكة 2030 والمشاريع الضخمة التي يجري تطويرها. تعمل وزارة النقل والخدمات اللوجستية على إزالة الكثبان الرملية من حرم الطرق على مدار 24 ساعة، وذلك ضمن جهودها التي تقوم بها في أعمال الصيانة الدورية على الطرق إلى جانب الحد من زحف الرمال ورفع معدلات السلامة المرورية وخفض معدل حالات الوفيات الناجمة عن الحوادث. كما قامت الوزارة بجهود كبيرة في سبيل الحفاظ على البيئة واستدامتها وتقليل آثار ظاهرة التصحر. وصل زوار موسم جدة منذ انطلاقته إلى 2 مليون زائر من مختلف الأعمار والجنسيات، حيث قدم موسم جدة في نسخته الثانية نماذج مميزة من صناعة الفعاليات في المملكة، مبرهنا على وصول المملكة للعالمية واستثمارها في هذه الصناعة وفق مستهدفات رؤية 2030، وذلك خلال توظيف هوية جدة ومكانتها التاريخية والحضارية في المزج بين المتعة والمرح والترفيه وبين الأصالة والتراث والفنون والهوية البحرية التي تتميز بها المدينة، لإخراج 2800 فعالية متنوعة تلبي رغبات الجميع.
استحضرت إدارة موسم جدة 7 تجارب عالمية لأول مرة في الموسم الذي قطع شهرا من فعالياته لإيجاد حراك إثرائي سياحي ترفيهي. انتهت نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. بتوجيه من ولي العهد، وزير الاستثمار يقوم بزيارة رسمية إلى جمهورية اليونان. بأكثر من 2.5 مليار ريال تدشين 26 مشروعا تنمويا في منطقة تبوك. المملكة ترأس اجتماع اللجنة الدائمة للأمن السبراني في دول مجلس التعاون. وكان في نشرتنا أيضا، بمشاركة دولية واسعة، انطلاق أعمال مؤتمر الابتكار يقود تحلية المياه. شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.